إقبال شديد على فيديو مزرعة جرش على طريق إربد، فما هو حدث وتفاصيل هذا الفيديو؟ أثر مقطع فيديو عنوانه ناشطون بحفلة مزرعة جرش مطلوب وأصبح الترند الأول في العالم العربي. فماذا حدث في هذا الفيديو وما هي تفاصيله؟ حيث أثار هذا الفيديو الذي يظهر فيه حفلا صاخبا لمجموعة من الشباب والفتيات بالمايوهات البكيني غضب الشارع الأردني. وقال نشطاء إن الحفلة كانت في إحدى المزارع الخاصة بمدينة جرش شمال الأردن. وبعضهم يقول إن مزرعة جرش على طريق أربد. وسرعان ما تصدر هاشتاج حفلة مزرعة جرش مواقع التواصل في الأردن، كما تم تداول الفيديو بشكل واسع لا سيما أيضا على برامج الواتساب. ويأتي الفيديو الذي يوثق الحفل الصاخب الذي لم يلتزم المشاركون فيه بأي إجراءات احترازية لكورونا في ظل استمرار الحكومة الأردنية في اتخاذ تدابير من بينها حظر التجول ليلا بسبب الجائحة. لكن موضوع كورونا مش ده المهم. خلاصة القول، اللي يشاهد هذا الفيديو يتأكد له انه ليس في الأردن وانما في دولة من الدول الأوروبية التي ليس لديها دين او عقيدة او حتى عادات اجتماعية، فكل حاجة مباحة في هذا الفيديو وفي هذه الحفلة. حيث أبدأ المشاهدون استياءهم من المشاهد التي تتضمنها المقاطع والتي وصفوها بالخليعة والخارجة على الحياء العام وعلى التقاليد والعادات التي يجب أن نراعيها في بلد عربي متدين. وقال أحد المشاهدون إن هذه الحفلة، حفلة مزرعة جرش على طريق إربد، بتقام فيها حفلة مختلطة من العيار الثقيل مليئة بالتعري والتجمعات ومخالفات قانونية وأيضا غير ملائمة بالمرة.